حال القطاع المعدني قطاع كبير غالبا ما نربطه بالفوسفات اللي كيشكل 92%، لكن اليوم السياسه ديال الدوله ماشيه في تطوير القطاع المعدني لغير الفوسفات، ومناطق عندها مؤهلات كبيره جدا مثل المنطقه اللي شرتو عليها السيد النائب المحترم. لذلك كان القانون المعدني اللي الحمد لله هذا قانون اللي غادي يخلق ثوره على مستوى الاستثمار في المجال المعدني والتاهيل ديالو، وكان القانون اللي مرتبط بالمنطقه الشرقيه ديال لاكاديطاف اللي غادي ننتقلوا، لان هذه المنطقه فيها 60000 هكتار كيلومتر مربع كلها فيها مؤهلات معدنيه وعندها واحد السلف اللي كيستغلوها المنجبين التقليديين. فالمقاربه هاد المنجبين التقليديين خصهم تاهيل ومواكبه باش يضمنوا العيش ديالهم، و60000 كيلومتر خصها تفتح امام الاستثمار، وهذا هو التوجه ديال الدوله وديال الحكومه. على حال يمكن بعجاله الوقت ما كيسمحش، لكن تجي فرصه نتحدثوا على هذا الموضوع. استثمارات ضخمه في المنطقه، نعطيكم جوج ديال الاستثمارات الان، مشاريع كبرى جوجهم كيوصلوا ل 700 مليون ديال الدرهم، جوج ديال المشاريع كبرى في المجال المعدني في المنطقه، لكن غرطوها بالتنميه المستدامه لمرتبط القطاع، بمعنى انه اي استثمار يعني لابد ان يكون نفعه على المنطقه. هادشي كيقوم به المكتب الوطني للفوسفات، المكتب الشريف، وغادي تقوم به اي شريك، وهذا هو التوجه العام، وهذا غيدخل حتى في اطار شراكات مع الجهات، في اطار البرامج، الجهات جلسوا معها الثروات ديالها كيفاش ننميوها المنطقه، ويكون العائد على القرى وعلى الى غير ذلك. الاحتياجات انا ان شاء الله يكون عندي لقاء مع النقابه بصفه عامه، كيفاش نديروا واحد النظام ديال التشاور باش يمكن لنا نطوروا هذا القطاع ونضمنوا العيش الكريم لهذوك المنجمين. وبالمناسبه شكرا.